تواصلت على مدار يومين أعمال القافلة الطبية في قرية خزان عاشور بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. القافلة النهارده فيها حوالي 12 عيادة تخصصية، من ضمنها تنظيم الأسرة. كل عيادة فيها بيبقى فيها الطبيب الموجود سواء كان أخصائي أو استشاري. بنبدأ الإعداد للقافلة قبلها بوقت كافي حوالي أسبوع. بنبدأ الإعداد اللوجستي، بنشوف المكان اللي احنا هنقيم فيه القافلة، بنشوف العيادات المتنقلة اللي بتدعمنا بيها وزارة الصحة إن هي تبقى حاضرة معانا القافلة، بنشوف الفريق الطبي الموجود معانا. طبعا معانا فريق على أعلى مستوى بيبقى متواجد في القافلة. كل ده بنجهزه، كمان بنجهز الأدوية والمستلزمات الطبية اللي هتبقى موجودة في القافلة، بنشوف كمان التخصصات الطبية اللي هتحتاجها القرية. قافلة طبية فيها جميع التخصصات، تخصصات مجانية، خدمة، وبتصرف أدوية مجانية، وبنرحب بهم في المدرسة. التعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وبنشكر مجهودات حياة كريمة والرئيس السيسي. كفيلة محترمة وعملنا الواجب، والله والله ما تحرم منكم أبدا. تسلموا، ربنا يبارك في الرئيس، ربنا يخلي لنا السيسي ويبارك فيه.